خيام قاسية تلقينا في حرارة الصيف وتسلمنا لبرودة الشتاء، لسان حال مواطنين عراقيين أجبرتهم ظروف لا ذنب لهم فيها أن يكونوا نازحين. للسنة التاسعة في العراء، واقع صعب بلا مرافق آدمية، بلا خصوصية، حياة تفتقر إلى أقل ما يحترم كرامة الإنسان. شون راح يرجع للسنجار لو حكومة العراق ما يسعنا؟ ما نقدر نرجع بصراحة. ويعني هذا صار 9 سنوات مر احنا مخيمات، بالصيف حل حل حار، وبالنهار هم حار، وبالشتاء هم دنيا بارد، على مود اطفال يعني يتنامون بالشواذر وعلى مود النار، نخاف ما نقدر ننام والله. وضعنا صعب جدا من ناحية الاحتياجات والخدمات، خاصة قلة دور المنظمات بالفترة الأخيرة في مخيمات النزوح، وهم ماكو دور الحكومة، لا حكومة أقليم كردستان ولا حكومة المركزي، بأنه يوفرون احتياجات النازحين في المخيمات. المنظمات الإغاثية تعتمد في عملها توجيه الدعم الأكبر إلى البؤر الأكثر توترا في العالم كأوكرانيا أو اليمن وغيرها. ونظرا لاستقرار العراق حاليا، فإن دعم منظمات الأمم المتحدة يركز على تقوية النظام الصحي في عموم البلاد. أما وضع النازحين هو وضع غير طبيعي ومرتبط بالقرار السياسي داخل البلاد. الآن وضع العراق صار مش الأولوية في العالم بالمقارنة مع بعض الاحتياجات الإنسانية في بلدان أخرى، فصار الوضع مختلف تماما. التمويلات المخصصة للاحتياجات الإنسانية في العراق صارت أقل من ذي قبل، فلذلك هناك جهود الآن لدعم النازحين للرجوع إلى أماكنهم الأصلية. رغم حرص الحكومة العراقية على إعادة إعمار المناطق التي دمرها تنظيم الدولة وإعادة الكثير من النازحين إلى مناطقهم، إلا أن آخر إحصائية رسمية تقول أن أكثر من 900,000 نازح ينتشرون في مخيمات ومدن إقليم كردستان. هؤلاء الناس ما زال لديهم أمال في قرار مسؤول ينفذ على الأرض ليغلق صفحات مؤلمة من حياتهم. مها سراج من مخيم شارية شمال العراق، مونتي كارلو الدولية.